أخبار اليوم. السيسي يعقد اجتماعات مع وزراء التخطيط والتموين والزراعة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين منفصلين، الأول مع كل من أشرف العربي وزير التخطيط وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يعقد الاجتماع الثاني مع عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. يأتي اللقاءان في إطار الاجتماعات التي يعقدها السيسي مع الوزراء لمتابعة المشروعات القومية وتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من السلع الأساسية والأغذية والمنتجات. محلب يفتتح محطة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيارة تفقدية لمحافظة أسيوط، وقام بافتتاح محطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية منشية خشبة، وتفقد عقب ذلك القرية واستمع لشكاوى المواطنين والأهالي التي تتلخص في مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، وطالب من المسؤولين بسرعة إنهاء الأزمات الحالية، كما طالب بضرورة إنشاء مدرسة إعدادية لمركز القوسية. القوات المسلحة ترسل 200 طن من المواد الغذائية لقطاع غزة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز 20,000 عبوة من المواد الغذائية والتموينية بإجمالي حمولة حوالي 200 طن وإرسالها لقطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وسيتم نقلها عن طريق الشاحنات إلى المعبر المخصص لدخول مواد الإغاثة إلى الجانب الفلسطيني. قوات مكافحة الإرهاب تشن حملات أمنية موسعة بشمال سيناء. شنت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية موسعة بمنطقة جنوب رفح وشيخ زوي لملاحقة مسلحين بتلك المنطقة دون قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، كما تواجدت تجديدات أمنية مكثفة على الأكمنة بالعريش وأسفرت عن ضبط 8 عناصر تكفيرية وتدمير 3 بؤر إرهابية و10 درجات نارية تستخدمها عناصر مسلحة وتدمير 3 أنفاق للتهريب على حدود قطاع غزة برفح. أصالة تؤجل طرح ألبوم 60 دقيقة حياة لديسمبر المقبل. قررت المطربة أصالة تأجير موعد طرح ألبومها الجديد 60 دقيقة حياة على أن يتم طرحه في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، وكان من المقرر طرح الألبوم بالأسواق الأسبوع الماضي، ولكنها لم تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في الألبوم. ويضم ألبوم 60 دقيقة حياة 10 أغنيات بألوان جديدة ومختلفة السياق، منها أغنية من ألحان زياد الطويل وأغنية الألبوم 60 دقيقة حياة من ألحان محمد رحيم. حفل غنائي في الإسماعيلية لصالح صندوق دعم مصر. تنظم مؤسسة إنتاج فني حفلا غنائيا الأربعاء 15 أكتوبر بقصر الثقافة الإسماعيلية بالتزامن مع العيد القومي للمدينة، وذلك بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر المجيدة وحفر قناة السويس الجديدة لصالح صندوق دعم مصر. يقام الحفل تحت رعاية محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين، ويحييه مجموعة من نجوم الغناء هم دل شاهين وطارق عبد الحليم وشراس حسني وهبة يوسف وياسر حسبو ومطرب الراب المقنع بركات كويلة، ويحضر الحفل كل من كاميليا السادات ودكتور تهاني الجبالي والفريق سامي عنان. أخبار اليوم.